أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تسأل عن السهم. أسئلة كثيرة تسأل عن السهم. وش السهم؟ يقولون هل هي أداة الحرب أو شيء آخر؟ يطلق السهم على أداة الحرب، ويطلق السهم على المال المقسوم، نصيبك من المال يسمى سهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.